بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحراني من الأردن ونستكمل دروس الأورانج داتا مايننج في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات مع درس مهم جدا جدا، لأنه اليوم بدنا حقيقة نركز على موضوع الفيتشرز في الداتا سيتس وتوكسبلين ذم، نفهمهم أكثر ونشوف أهمية كل كولوم موجود عندي بالداتا سيت على الأوفر أول بيرفورمانس تبع الموديل تبعي. فاليوم اللي مهتم في موضوع الداتا اللي بده يشتغل فيها ويفهمها اكثر ويفهم ايش اهم سمات موجوده عندي في الداتا سيت وكيف اتعامل معها خاصه للباحثين. مثال ناس باحثين في الادويه وتركيب الادويه، فبدي يبحث على اهم الفيتشرز الموجوده عندي بالداتا حتى اركز عليهم اكثر، لان هاي الفيتشرز هي اللي بتعطيني اهميه في البرفورمانس تبع الموديل تبعي، انه هذا الدرج او هذا الدواء ممكن يعالج مرض معين او لا. هذا بس كمثال. فاليوم هي شرح السمات في النماذج سواء كانت تدريب او حتى بريدكشن. خلينا نبدا ونشوف. زي ما تعودنا دائما انه التول هاي اللي هي الاورنج داتا سيت من اسهل التولز، لانها بتتعامل مع الدراج ودروب، بتحط باراميترز وبتخلص. فاليوم راح نتكلم على اكسبلين، الاكسبلين ويدجتس اللي انت من خلال الاوبشنز بالادس اون المفروض كان انت منزلها وعامل لها تشيك اون حتى تتنزل، وبتكبس اوكي وبعدين بس تنزل تعمل ريستارت للابلكيشن، فبظهر معك الاكسبلين هاي اللي بدنا نشتغل عليها اليوم. فاول شيء بدنا نجيب احنا الفايل ونشتغل على الايرس داتا سيت. هاي الفايل وبدي اجيب الايرس داتا سيت، طبعا تعمل براوز عليها من هون بتيجي معكم اللي هي الداتا سيت المعروفه هاي اللي اشتغل عليها اشياء كثيره. وزي ما بتعرفوا انه في عندنا سيبل لينث وسيبل ويدث وبيتل لينث وبيتل ويدث، وفي عندنا الكلاس. هذول الفيتشرز تبعات الداتا سيت. الكلاس تحتوي اللي هي التارجت تبعي، تحتوي على مستوزا او فيرزي كلر او فيرجينيكا، هذول الثلاث فلاورز بالايرس. الان السؤال، يا ترى لو انا هاي كل الفيتشرز هاي هل لهم نفس الاهميه بالداتا سيت اللي عندي؟ هل لهم نفس الويتس؟ طيب خلينا نشوف كيف ممكن نطلع الحكي هذا. نيجي هنا بنقول انا بدي هسه اعمل فيتشر امبورتنس اللي هي هاي، ممكن تعمل دراج دروب الى هون. بس هون طبعا قبل ما اشوف النتيجه، لانه هنا لاحظوا ما في نتائج، لازم اكون موصله على موديل معين. فانا بدي استعمل لوجيستيك ريجريشن، هاي اللوجيستيك ريجريشن، وبدي اربط الموديل عليها. تمام، بعمل دبل كليك، اعطاني فعلا انه الاكيوريسي للبيتا لينك هي اهم سمه موجوده عندي. بعدين بتيجي سمه مهمه كمان اللي هي البيتا ويدث، بس لاحظوا اهميه البيتا لينك قد ما هي مهمه. فبديت الان من الداتا سيت افهم شو المهم وشو المش مهم. انا عندي اربعه فيتشرز، طبعا هذول توب 10 فيتشرز، انا ما عندي توب 10، هذول بس اربعه، طبعا كنت قللهم بس انا بدي الاربعه فيتشرز اللي انا بدي اشتغل عليهم. فمن هاي قدرت اني اشوف اهم فيتشرز واهم سمات موجوده عندي. الان ممكن اشوف حسب السي اي، حسب الاف 1 البوزيشن، كل شيء ممكن تشوفوا هذا بالطريقه هاي. هاي اول مايلستون اليوم في اللي الشغل بنشتغله، صرنا نفهم انه مين اهم فيتشر ونطلع مين اهم فيتشر بيس على موديل معين اللي هو اللوجيستيك ريجريشن. طب السؤال الثاني، لو بدي اعمل انا الاكسبلين للموديل نفسه، بدي اشوف الموديل تاثير الفيتشرز على نفس الموديل، ففي عندي شيء اسمه اكسبلين موديل، بعمل له دراج دروب هون، بوصل الداتا معه وبوصل الموديل معه. خلينا نفهم بالضبط شو هذا راح يسوي. طيب بعمل دبل كليك، هذا سوى لي ما يلي. هسه هون في عندي الكلاسز كلهم، فباجي على مثلا ستوزا او الكلاس، في عندي هون 0 ل 6 بالعشرة وفي من 0 ل 6 بالماء بالناقص. السمات هون بوزيتيفلي هون نيجاتيفلي، يعني بمعنى شو تاثير السمه هاي البتل لينث بشكل بوزيتيف او بشكل نيجاتيف. طبعا اذا اثر بشكل بوزيتيف او نيجاتيف بياثر لي على الريزلتس. فهذا ببين لي هون الأهمية من لو اللون الأزرق للأحمر اللي هو اللون الهاي اللي زي ما انتم شايفين. فببين معي هون انه البيتا لينث بالنسبة لستوزا
متأثر كثير في البيتا لينكث. فستوزا كلاس، ستوزا كلاس اللي هي نوع الورد ستوزا، متأثر جدا بايش؟ بالبيتا لينكث. فهي اهم سمة موجودة عندي في الكلاس اللي اسمه ستوزا، تمام؟ هاي اول شغله. لاحظوا الكلاسز الثانيه حوالي الصفر، لاحظوا هي الصفر، فهذول ما لهم تاثير كبير. فبقدر هون استنتج استنتاج مهم جدا انه البيتا لينكث في الستوزا تلعب دور اساسي. فقدرت الان افهم انا الداتا وافهم كيف الموديل بيشتغل وايش اهم سمات موجوده عندي حتى اتعامل معها. خلينا نشوف مثلا الفيرسي كلر الكلاس، بنلاحظ الامور اختلفت الان. بقول لي انه البيتا لينكث هي كل هذا المحور، والبيتا ويث مهمات عندي. الأشياء الثانية قليل أهميتها، خاصة السيبل ويث قليلة جدا، السيبل لينكث شوي مهمة يعني بس مش كثير. لكن أهم سمتين اللي هم البيتل لينكث والبيتل ويث، في أهمية بسيطة للبيتل لينكث لكن مش بنفس الأهمية تبعت البيتل لينكث والبيتل ويث. طبعا كل ما كان الداتا منتشرة أكروس كل المحور، كل ما كان هذا السمة أو هاي الفيتشر مهمة جدا. فقدرت الآن أفهم شو اللي قاعد بصير بالسمات بير كلاس عندي، بير كلاس بالداتا ست الموجودة عندي. الآن لو أشوف أنا كمان الفيرجينيكا، الفيرجينيكا بقول لي إنه سمتين كمان مهمات، البيتل لينكث والبيتل ويدث بالطريقة هاي. فقدرت إني أفهم تأثير السمات على الفيتشر بموديل معين. إحنا نحكي عن اللوجيستيك ريجريشن، بجوز تجيب لي تري او تجيب لي الفي سي ام او شيء لهم له يكون اختلاف مختلف عن هذا الموضوع. فهيك خلصت انا الفيتشر امبورتنس اول واحد، والفيتشر والاكسبلين موديل. السؤال اللي بنطرحه الان، يا ترى من ناحيه البريدكشن كمان ممكن اني اشوف تاثير السمات على بريدكشن معين؟ الجواب نعم. كيف بسوي؟ خلينا نشتغل فيه توجذر. يلا باجي هون بعد بكرة بسوي الفايل، وبدي انا استعمل فيه الفيرسي الايرس بريدكشن اللي انا كنت عامله. هاي هي فتحته وانا كنت عامل فيه، خليني بس اورجيكم اياه. الداتا تيبل حاط فيه انا 3 ريكوردز بس، وحاطط كويشن مارك مكان كل كلاس عشان اعمل عليه بريدكشن. فاللي مش عارف يسوي يرجع على الدروس السابقه الاولانيات بيشوفهم كلهم. طيب هي اي اكسبلين ناو اول شغله. الشغله الثانيه بدي اسوي بريدكشن، هي بريدكشن خلينا ننزل هاي تحت خليها تكون بعيده عنا، تمام. طيب البريدكشن بده موديل، فبوصل للريجريشن اللوجيستيك ريجريشن معه. طبعا اللوجيستيك ريجريشن بيعمل كلاسيفيكيشن، ما بعمل ريجريشن، بس هذول الكومبوننتس بيشتغلوا على الكلاسز، على على البريدكشن، على الريجريشن وعلى الكلاسيفيكيشن، تمام. الان بجيب الايتم اللي هو اكسبلين بريدكشن بحطه هون، بوصل عليه اللوجيستيك ريجريشن هذا الموديل، بوصل عليه البريدكشن، بريدكشن مع يس مع الباك جراوند داتا، ذاتس رايت. وبدي كمان اجيب هون الداتا تيبل هاي اللي انا عندي هون، اذا بعمل دبل كليك عليها بدي اختار الاول، اول ريكورد، نشوف شو تاثير السمات على اول ريكورد، شو تاثير السمات على اول ريكورد. طبعا هسه بنشوف شو هو عمل بريدكشن لاول ريكورد، بوصله هون، بس اتاكدوا انكم تكونوا عملتوا سيلكت لاول ريكورد. طيب اول ريكورد بس عشان نفهموا احنا، اول ريكورد هذا الريكورد اللي هو في ستوزا، والايرس ستوزا، الايرس ستوزا اذا بكبس عليها معطيتني 98% انه هذا ستوزا. طيب خلينا نشوف تاثير السمات على الموضوع هذا، على كلاس هاي، على الانستنس هاي اللي هي الريكورد هذا. بعمل دبل كليك بشوف جراف كثير مهم. هاي اعطاني هون 98%، لاحظوا كيف؟ واعطاني هون تاثير كل الاشياء الثانيه. هون اعطاني انه البيتا لينكث اثرت بمقدار 0.23 23%. السيبل ويث اثرت ب 0.06. طبعا لاحظوا انه احنا اذا بترجعوا للسابق انه هون كان تاثير، لاحظوا كيف على اول وحده البيتا لينكث كثير اثرت عن طريق البيتا لينكث. فهون حقيقه اثبت الموضوع، هاي البيتا لينكث اثبتوا انه اثر بمقدار 0.23
2.23 يعني 23%, which is عالي, نسبة عالية, comparing مع 0.06 و comparing مع 0.04 اللي هم سبل width و سبل length. فهيك أنا بديت أدخل بالprediction, أدخل بالسمات على ريكورد معين وأفهم شو اللي قاعد بصير عندي حتى أفهم تأثير السمات تبعتي كلها على ريكورد معين, على ريكورد معين. وهي كثير مهمة لأن أنا صرت أدخل حتى على مستوى البريدكشن والريزلت تبعت البريدكشن, تمام؟ طبعا نفس الشيء إذا تيجي هون مثلا بنشوف مثلا الفيرسيكولر اللي هي 0.2 تأثيرها على الستوزا, كانت الفيرسيكولر 0.02 إنها الفيرسيكولر which is طبعا 0 almost 0, وبتشوفه هون حقيقة كمان إذا نختار هون الفيرسيكولر بنشوف 0.02 اللي بالأزرق احتماليته, اللي بالأحمر يعني it affects positively على probability, اللي بالأزرق it affects negatively على decreasing, تعمل decrease للprobability. فهذا هو حقيقة موضوع اليوم, موضوع مهم جدا, موضوع بديت أفهم السمات لأنه أنا كمحلل بيانات وك AI expert أنا ما بس بدي أطلع prediction وأعطيهم results, أنا بدي أفهمهم شو تأثير الكرمز الموجودة عندي على كل إشي عمال بشتغل, سواء كان training على model على features and على the prediction. فهون بدينا الآن نشتغل بطريقة structure ونفهم شو اللي قاعد بصير في الداتا ست اللي عندي وكيف بعمل تأثير المودلز. ممكن أحط موديل ثاني يتغير بعض الشغلات بنسب بجوز متفاوتة, وبديت الآن أعرف شو اللي بيأثر تأثير إيجابي وسلبي على البريدكشن تبعي وإيش اللي ممكن يعطيني good results وما يعطيني good results. فهذا هو درس اليوم حقيقة, درس مشوق جدا ودرس مهم, اللي بفهمه حقيقة بيبدأ يفهم شو معنى سمات وأهميتها بالبريدكشن وبالترينينج. فدرس انتهى, وأسأل الله التوفيق للجميع, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.